خلي بس اخذ، انا عندي اتصال مع النائب فارس العتيبي، كلمنا هو من خارج الكويت. حياك الله ابو فهد. ويعني مجلس الامه في لجنته الماليه وافق على 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 المشروع في قضيه زياده اسعار الكهرباء. انت شنو وجهه نظرك في 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 هذا القانون؟ مساكم الله بالخير، مسي عليك ومسي على اخوي المشاهدين والضيف الكريم. اولا طبعا موقفنا انا ما اسمع الصوت واضح من هذا الامر من زمان، ولا يمكن ان نقبل يعني ان نمس يد المواطن، وصرحنا كذا مره وما زلنا على وعدنا بهذا الامر. اما بالنسبه يعني الامور اللي تصويت اللجنه، احترم راي اخواننا اللجنه وكذا، لكن ان شاء الله الراي الاخير هو اللي طبعا مجلس الامه الراي الاول والاخير، الاخوان اعضاء مجلس الامه، وفي حلول ان شاء الله لهذا الامر ومعالجته. انت موافق على القانون هذا نقدم؟ لا انا مو موافق عليه. طيب في الفترة في فترات ماضية أبو فهد هددتوا باستخدام الوسيلة الرقابية إذا الحكومة يعني تجرت على جيب المواطن، اليوم ليش اختفى هذا الصوت من مجلس الأمة؟ بالعكس ما اختفى، موجود، والوضع راح تشوفه بالجلسة إن شاء الله جلسة يوم الثلاثاء راح تبين. وهناك طبعا أنت أمور عارف أنت في وجه الصرف بالدولة والميزانية العامة وكذا، خططناها ووجهنا رسائل من لجنة الميزانيات إلى الحكومة بهذا الأمر. يعني بالتالي انت ترفض هذه الزياده؟ طبعا ارفض. طيب توجه المواطن. نعم، توجه العام المجلس، هل ترى انه ممكن انه يقر مثل هذه الزياده ولا لا؟ والله اعلم، لكن انا رايي فارس سعد في حلول اخرى سنتجه لها يعني مع بعض المواطن. شنو هي الحلول الاخرى؟ يعني حلول نبعد عن جيب المواطن، نستثني السكن الخاص من هذا القانون. يعني ممكن ما يطبق على السكن الخاص، يعني ممكن تجون حل اخر مثلا؟ نتجه لحل اخر، ما يطبق على السكن الخاص وتجهون الامر بعيدا عن جيب المواطن. اوكي، تتوقع الحكومه يعني تستجيب مثلا لهذا الطلب؟ راح نقدم، واذا ما استجابت ما راح نوافق. يعني في ممكن يكون هناك راي اخر في هذا المجلس؟ نعم. انا بشكرك يعني على هذه المداخله، انت الان خارج الكويت يعني، و ان شاء الله بالاخير يعني ما يتم تحقيق مصلحه المواطن، والحكومه ما تستطيع خلينا نقول فرض هذا القانون. هذا اهم شيء، هذا اللي بنوصل له ان شاء الله، وما راح ان شاء الله نسجد المواطن باذن الله. هذا رايي وانا احترم راي الاخرين.